اللي موجودين في صلالة وبالتحديد في السعادة، بغيت مشاوي على تبى مطعم متكامل. بتقول لي يا محمد كيف متكامل؟ بقول لك واحد، أول حاجة متخصص بالمشاوي الشامية. اثنين، متخصص بالأكل الظفاري المحلي العماني والذبائح المحلية سواء كان انتيوس أو قعود. بتقول لي زيدني، ومتخصص بالمضغوط السعودي. أي ناس يجون من السعودية يدوروا على المضغوط على أصوله، وين المكان؟ شوفوا دوار السعادة، بنك صحار الإسلامي. اكتب إذا ما عرفت المكان بنك صحار الإسلامي في السعادة، وهذا هو. كيف حالك؟ الله يحفظك. وهذا هو مطعم أرياف الشام، مأكولات لبنانية وخليجية وعربية، وعندهم دور اللي فوق في قسم للنساء، العائلات، الشباب، قسم كبير. أقول لك إيش رأيك في المكان؟ لا ما شاء الله والله، أرياف الشام ما شاء الله. شوفوا هذا القسم، قسم المضغوط السعودي، وهذا القسم ما شاء الله تبارك الرحمن، المشاوي على شوف النظافة وشوف المشاوي. وهذا القسم شوفوا يطبخ لايف، المضغوط السعودي لايف. شوف لايف على حسب هذا، على فكرة هذا كامل لك انت بروحك، يعني الطبخ ينعمل سواء دجاج ام سمك ام لحم، ونوع الارز حبة طويلة 3X large. هني المضغوط عند هذا اليمني. شوف 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 شوف، بيفتح 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 بيفتح. هات لي هناك هناك، هات لي هناك، لا تفتح هني، افتح هناك. اوه، اول حاجه الفطور، هذا الفطور لا تفوتوه. حتى الناس اللي ساكنين من المطعم قريب من المطعم بامكانهم يوصلوا لكم الفطور. بسم الله الرحمن الرحيم، انت قول لي ايش شعورك وانت تبدا فطورك بهذا الشغل الطيب. كل هذا اللي تشوفوه ب3 ريال فقط، يعني انا بالنسبه لي ان هذا ياكلوه 3 اشخاص كثير. شوف الفول متروس ما شاء الله، المقبلات والبيض والشغل وال كل شيء، كل شيء عندك ام فرايل، كل شيء ب3 ريال فقط. لحم محلي ذبيحه كامله تجيكم بهذا الشكل ب60 ريال. يا الله حار 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 حار، يا الله شوف اللحم، شوف اللحم 60 ريال. يا الله ذبيحة كاملة مقطعة وحاطين لك إياها ب60 ريال، والعيش شوف النثري، شوف الشغل النثري ما شاء الله تبارك الرحمن. سوي كذي وعلى العيش وعليكم بالعافية. الدياي المندي والدياي المشوي، الجماعة اللي جايين مسقط الصوب يقول نبي دياي مشوي، فبتصير الوجبة هذه مع العيش يكفي شخصين على 1.5 ريال. استلم انت عاد، انت استلم، عطني هذا السعر وين بتلقاه؟ قول بسم الله. شوف الدياي كيف مستوي، شوف الدياي كيف مستوي، وقولوا بسم الله مع العيش الطيب. هذا العيش المندي، ولكن بغينا لحم الإبل الطازج. نزل، اللهم صل على سيدنا محمد. لح على فكرة هذا يكفي يمكن 5 أشخاص على 20 ريال، وإذا بغيتوا لشخص واحد يعملوا لكم الشخص الواحد ب2.7 ريال. لا أكل طازج، ها لحم إبل طازج مش يابس، هذا قدامكم ها. يا الله، وقولوا بسم الله. هذا المغمي، والحين بنزل لكم القصابية. وهذا القصابية في ناس يحبونه كذي مع لحم الإبل مع الصالونة، أنت عاد لك الخيار. يا الله قلبي الصغير لا يتحمل، قلبي الصغير الحقو على أريف السعودي، المضغوط السعودي. يو 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 يو، أسمع يا سيدي، المشاوي اللي على كيف كيفك عندهم، وأنا ما أتحمل إدمانكم على هذا الأكل. إيش عندك؟ عندنا المضغوط بالدجاج. هذا مضغوط ايش؟ وهذا مضغوط لحم، وهذا دجاج. بس لا ترمي بر هذا السم. الله الله الله، يا سيدي يا سيدي يا تاج راسي، اللي يبون المضغوط السعودي تعال. بكم هذا؟ هذا 2 ريال. ريالين؟ ريالين، هذا يكفي شخصين وبر ريالين. اشهر وجبة عندهم ام علي، بعد ما تخلص وتاكل كل هالاكل اطلب ام علي هذا التوقيع مالهم. شايفين ايش شايفين؟ شوف الشيف، الله 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 الله. وانت ايش جايب؟ مضغوط دجاج. مضغوط دجاج؟ ايوه. وهذا دجاج؟ وهذا سمك. هذا سمك؟ ايوه. وين الدجاج؟ الدجاج موجود. اذا السمك بكم؟ السمك ب2 ريال.
والدجاج بريالين واللحم وابوك شايب انت عنيف هذا المضبوط رياله بيروح يا رياله بروح لا مقلوبه باقي دجاج لا اله الا الله مقلوبه الدجاج اها قلبها با. انا مسمنك انت ايش العنيف لانه هذا مضغوط سعودي اي حد يبي يطلع الجبل اي احد يبي ياخذ طلبيه يا رجل يعمل لك حتى بوفيهات تبى الذبايح تبى اللحم تبى الابل تبى المضغوط الو جهزوا لي هذا الرقم جهزوا لي تعال شلهم من السعادة واطلع الجبل هذا الرقم احفظوه عندكم